السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الأطفال وين ما كنتوا، رحب فيكم ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير. ها نحن في كل سنة ومثل كل عام رحب فيكم عبر برنامجكم عيدكم مبارك. هذا البرنامج اللي يرافقكم كل عيد عشان نقدر نشوف هذه البسمة الجميلة على وجوهكم البريئة من خلال مسابقاتنا وفقراتنا الشيقة. وإذا كان العيد فرحة ففرحتنا ما تكمل إلا فيكم ومعاكم وبشوفتكم أنتوا حبايبنا الأطفال. حق كل الأطفال اللي حد الحين متواجدين في بيوتهم وما يعرفون إحنا وين، إحنا في أرض المعارض بانتظاركم طوال أيام العيد عشان نقضي مع بعض وقتا ممتعا. فبرنامجنا ما يحلى إلا فيكم وبمعاكم. يا ترى شلون كانت فرحة الأطفال في العيد؟ خلونا نشوف في هذا التقرير. هدية ما بعرف. هدية هاخد هدية ما بعرف. هدية اخد هدية. اشتري الألعاب العب فيها بالبيت، بطبطة ثلجية اذا اشتري فيها العاب، بشتري هديات لأمي وأبوي، أشتري فيها ألعب فيها، أشتري فيها أغراض ألعب فيها، بشتري حلويات في ألعاب في لعبة. بروح الملاهي بلعب، بروح على أكوا بارك، أشتري مطبطة، أشتري هدايا. أروح بالعيد أروح بتعبتي أخذ فلوس، أروح بجدتي وعمتي وخالاتي وجدتي الثانية، يا ماما بابا المسجد، على بيت جدتي، أروح بيت جدتي بيت خالتي عند خالاتي وعماتي وجدتي. أنا بحب أروح على بيت جدتي وجدتي، أزور أهلي عمامي خوالي، بروح عند عمامي وخالاتي وخواتي بيت عمتي، بروح عند أصحابي، بروح عند تيتي عادي أي مكان سافر. إحنا مرات نروح بيت جدي، مرات نروح بيت خالاتي، بروح عيد الناس بيت جدتي، أروح بيت جدتي وأروح ألعب. عساكم من عوادة، كل عام وانتم بخير. عساكم من عوادة، عيدكم مبارك. عساكم من عوادة، كل عام وانتم بخير. عساكم من عوادة، كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك. عساكم من عوادة، كل عام انتم بخير. عساكم من عوادة، عنكم مبارك. كل عام وانتم بخير. عساكم من عوادة، كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. مثل ما شفنا في التقرير فرحة الأطفال وخططهم في العيد مختلفة، ولكن في النهاية هي فرحة واحدة، هي فرحة العيد الكل ينتظرها بحماس، وخصوصا أنتوا حبايبنا الأطفال وأكيد تنتظرون أولى مسابقاتنا بحماس وتشويق. خلونا نبدأ أولى مسابقاتنا لهذا اليوم، هي مسابقة نقل البالونات من الجهة هذه لين الجهة الثانية. في كل فريق بيكون عندنا ثلاث متسابقين، فريق أولاد وفريق بنات، والحين خلونا نختار متسابقينا في هذه المسابقة ونشوف. أبي ثلاث بنات وثلاث أولاد. إنزين إنزين، تعالوا أنتوا الثنتين، تعالوا أنتوا الثنتين، صار عندنا بنتين. تعال لحين عندنا مسابقات ثانية، تفضل. إنزين أبي بس واحد بلعبك المسابقة اللي بعدها، أوكي؟ إنزين تعالوا تفضلوا أنتوا الاثنين، باقي لنا بنت واحدة، أبي بنت واحدة بس. تعالي انزين البنات كلنا نوقف هناك لأن بنبدأ من هناك، تفضلوا الشباب. انزين شلون ننقل البالونات للجهة الثانية؟ أول شيء لازم ولا واحدة فيهم تطيح،
البالونات لازم ما تطيح زين، ولازم نشلها بالتمرير نرفعها كذي على فوق لين ما توصل للجهة الثانية. البالونة اللي بتطيح ما راح تنحسب، اوكي؟ واحد واحد فيكم بيلعب بالدور، نوقف طابور بنات. زين تعال تعال، انا بلعبك بالمسابقة اللي بعدها، ايش رايك؟ اوكي؟ اوكي؟ يلا تعالي. زين. تعالي تفضلي. زين. صار عندنا فريقين جاهزين، فريق بنات وفريق اولاد. ثلاث متسابقين لكل فريق، واحد واحد فيكم بيلعب بالدور. لازم اللي يرجع لما يرجع المتسابق يبدا اللي بعده، اوكي؟ فاهمين المسابقه؟ جاهزين؟ اذا الفريقين جاهزين، نشوف جمهورنا جاهزين؟ جاهزين؟ ابي صوت اعلى، جاهزين؟ اذا متسابقينا جاهزين وجمهورنا جاهزين، خلونا نبدا بالعد ونقول ثلاثة، اثنين، واحد، وتبدا المسابقه. شوف اول متسابق، من بيوصل البالونة أسرع؟ يا ترى البنات ولا الأولاد؟ نقدر نقول البنات أول بالونة بتطيح في السلة؟ أيوة فريق البنات، وفعلا أول بالونة بشكل أسرع لصالح البنات، هل يا ترى بيستمرون على هذا المستوى ولا لا؟ وفعلا ثاني بالونة للبنات، يلا يا أولاد يلا أسرع، الوقت يمر. أيوة أيوة، في عندنا أشياء بتطير أسرع. صار عندنا ثلاث بالونات للأولاد، بالونتين للبنات، على وشك إنها توصل، وصلت. أسرع أسرع. أيوة. الأولاد بدأوا يتفوقون على البنات. يا ترى بالنهاية من الفايز معانا في هذه المسابقة؟ أقول إن مسلة الأولاد انترست، في بالونات قاعدة تطيح. في بالونات طاحت من المسرح. ونقول خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، وخلص الوقت، خلص الوقت، خلص الوقت. إيش رأيكم بالمسابقة؟ حلوة؟ صعبة؟ زين من اللي فاز تحسون؟ أولاد؟ إذا الفريقين فازوا معانا تفضلوا خلوني أتعرف عليكم. فريق البنات تعالوا، فريق الأولاد الجهة الثانية لو سمحتوا. يلا نتعرف عليك، شو اسمك يا حلوة؟ نوران. شو اسمك؟ نوران. كل عام وانت بخير. وانت بخير. سويتي في العيد خبريني؟ لحين ولا شيء. سويتي؟ لين الحين ولا شيء. للحين ولا شيء. زين ايش رايك في البرنامج؟ زين. استانستي في اللعبه؟ ايه. زين خبريني اي صف رايحه؟ ايش سويتي في رمضان؟ شو الفعاليات اللي ناويه تسوينها يا نوران؟ رايحه صف سادس. أيوة. رمضان صمنا. ايوه. صلينا التراويح وقيام الليل. ما شاء الله. شلون كان الصيام؟ سهل صعب؟ هو بالاول سهل بس بعدين تعودنا. تعودتي. يلا ألف ألف مبروك، تفضلي استلمي جائزتك. شكرا لك، تفضلي. تعرف عليك شو اسمك؟ منى. شو اسمك؟ منى. أبي صوت أعلى، شو سويتي في العيد؟ شو بتسوين؟ شو سويتي في رمضان؟ صمت. صمتي؟ رمضان كامل؟ لا. لا؟ إنزين، شو بتسوين بكرة؟ بلعب. تلعبين وين؟ أيمن. إنزين عيديتك شنو بتسوين فيها؟ شنو بتشترين؟ حلويات وألعاب. بس حلويات. يلا انتبهي على ضروسك ها. يلا تفضلي استلمي جائزتك. نتعرف عليك، شو اسمك يا حلوه؟ شريفه عبد الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. خبريني عن اجواء العيد. تمام الحمد لله زينه. زين شنو ناويه تسوين بكره؟ اروح بيت اخوالي. ما تعيدين عليهم؟ ايه. زين خبريني شنو العيد يعني لك بالنسبه لك؟
اجتماع مع الأهل وأصدقاء يعني. أكيد فرحتها مو بنفسك اليوم. زين سويتي في رمضان خبرينا. الحمد لله صمت وعزمت أخوالي يعني. يعني استانست رمضان إيه. يلا إن شاء الله تستانسين أكثر بجائزتك. تفضل استلمي جائزتك. نتعرف على فريق الأولاد. عرفنا عليك شو اسمك؟ محمد أحمد. كل عام وأنت بخير. أنت كمان. زين شنو سويت في العيد؟ كان بيجي لي عيدية وبستمتع مع أصحابي. هو ده صاحبي توفيق. وبروح عند بصلي صلاة العيد. وكمان رحت عند عزومة مع أصحابنا كلنا واستمتعنا. يلا إن شاء الله تستانس أكثر وتستمتع بجائزتك. تفضل استلمها. يلا نتعرف على صاحبة. شو اسمك؟ توفيق. توفيق سويت في رمضان؟ خبرني شلون كان الصيام؟ سهل. سهل أكيد. زين شنو أكثر شيء تحبه في رمضان؟ إنما أقرأ قرآن أخذ خير زيادة. شنو أكثر شيء تحبه في العيد؟ إنه ألعب مع أصحابي وتستانس بعد رمضان صح؟ يلا إن شاء الله تستانس أكثر. تفضل استلم جائزتك. نتعرف على آخر متسابق. عرفنا عليك شو اسمك؟ محمد خالد. أي صف يا محمد؟ بروح رابع. بتروح رابع؟ زين جاهز حق السنة الدراسية؟ أكيد أكيد. شنو طموحاتك؟ قوية؟ قوية. زين شنو ناوي تسوي بالعيد؟ خبرني. أروح ويا أصدقائي عيد. زين تعطيهم من عيديتك؟ أكيد أكيد. كفو. يلا تفضل استلم جائزتك. أما الحين حبايبنا الأطفال نطلع فاصل ومن بعد نواصل باقي مسابقاتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا. مستمرين معاكم عشان نكمل باقي مسابقاتنا لهذا اليوم. وثاني مسابقة لهذا اليوم وهي نقل الكرات ولكن عبر الملقط. رح يكون عندنا فريقين، كل فريق يتكون من لاعبين مثل ما عودناكم، فريق بنات وفريق أولاد. يا ترى من بيحرز أكبر عدد من الكرات ورح يستخدم التكنيك الصح في أسرع وقت؟ بنشوف. ولكن قبل هذا خلونا نختار متسابقينا في هذه المسابقة. أبي بنتين ولدين. إنزين تعالي. ايوه تعال تعال تعال. زين صار عندي بنتين. زين البنات نوقف هناك. زين تعالوا تعال. ايوه. زين صار عندي فريقين، فريق اولاد وفريق بنات. زين فاهمين شنو اللعبه؟ ننقل كرات ولكن مثل ما انتم شايفين عندنا هني شنو هاي الملقط. طيب هاي واحد لك وهاي واحد لك، ونفس الشيء البنات. ننقل كرة كرة كل مرة. زين البنات تبون أي لون؟ لازم تختارون لون. أي لون بتاخذون؟ والأولاد أي لون؟ أزرق. يلا أزرق. أوكي الأولاد أزرق والبنات وردي. زين في وايد وردي، خليها أصفر. أصفر. زين زين الأولاد ننقل اللون الأزرق، البنات بننقل اللون الأصفر كل مرة كرة واحدة. فاهمين اللعبة؟ جاهزين؟ إذا المتسابقين جاهزين وبنعد مع جمهورنا وبنقول ثلاثة واحد ونبدأ الموسيقى. متسابق متسابق بس ترجع. زين ويت 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 ويت. الأولاد بس الكور الزرقاء بتكون محسوبة. أسرع من قادر يوصل أكبر عدد من الكرات. الأولاد عندنا هني كرة حمراء ما رح نقدر نحسبها لحد الحين. سلة البنات أقدر أقول إن فيها كور أكثر.
ترى من بيجمع كرات أكثر؟ الأولاد؟ البنات؟ بس متسابق متسابق واحد واحد. أوكي؟ أسرع. زين. لحد الحين سلة البنات فيها كور أكثر. يا ترى مع نهاية الوقت من اللي سلتها بتكون فيها كور أكثر؟ والوقت يمر. السلال تنترس. وكرة طاحت. وكرة دخلت. يلا يلا. البنات فايزين في المسابقة. ها بنات تعبتوا؟ قرب الوقت يخلص. ما بقى معانا إلا القليل من الوقت. هل تتعدل النتيجة؟ هل تتغير النتيجة؟ يلا يا بنات، يلا يا أولاد. متى بنقول ستوب؟ بنقول ستوب 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 ستوب. نوقف نوقف. يلا ناخذ السلتين للنص. هذه سلة من؟ أوكي زين. الأولاد نوقف عند سلتكم. تعالوا. وهذه سلة البنات. تعال البنات نوقف هني. زين. الحين بالنظر من تتوقعون أكثر؟ الأولاد ولا البنات؟ أبي أسمع صوت أعلى. أولاد ولا بنات؟ أنتوا إيش رأيكم؟ من أكثر؟ أنا ألعبك. الأولاد أكثر؟ أكثر. أولاد أكثر ولا البنات؟ بنات. إنزين، وأنت شو تقول؟ أولاد. وأنتي؟ بنات. البنات. نعدهم يعني؟ نعدهم؟ إنزين، ناخذ الحوض الكبير نقربه. تعال ساعدوني بليز. أيوة. أيوة أيوة أيوة. شوي شوي. إنزين يلا، نبدأ مع سلة الأولاد. تعالوا هني. أيوة. أبي أسمع صوتكم في العد، أبيكم تساعدوني وأبي أسمع أعلى صوت بالعد، أوكي؟ يلا. اثنين، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. وين العشرة؟ عشرة، 11. لا لا لا، أبي صوت أعلى. خلاص ما راح أحسب. يلا. 11. 13 14 15 19 20 21 29 30 31 و32 كورة لصالح الأولاد. سمعون الصفقة؟ يلا الحين نقرب سلة البنات. يلا تعالوا يا بنات نوقف هناك الأولاد. يلا يلا أبي أسمع صوتكم بالعد جمهورنا. تعالوا هني عشان نشوف. تعالوا يلا ونقول 2 عشرة
وين العد؟ وين العد؟ يلا وين وصلنا؟ هذه كم؟ 11 ولا 12؟ 12؟ يلا نقول 11. 11 ها؟ 11 12 13 14 23 30 31. كم كرة كانوا الأولاد؟ 32 31 كم؟ 32. والأولاد والبنات وين وصلوا العد؟ 31 31 32 33 34 وعندنا كورتين 35 36. ومن الفائز معانا؟ أبي أسمع من؟ وفعلا فاز معانا فريق البنات في هذه المسابقة. سمعونا الصفقة. زين خلونا نتعرف على الفريق الفائز في هذه المسابقة. نتعرف عليك، شو اسمك؟ نور. كل عام وانت بخير. وانت بخير. سويتي في العيد يا نور؟ عيدت. على من عيدتي؟ وين رحتي؟ خدتي عيدية. زين ايه. زين شنو بتسوين فيها يا نور؟ احوش. شنو؟ زين بعد ما تجمعينها شنو بتسوين فيها؟ ما قررتي؟ أجيب هدايا. هدايا حق من؟ أمي وأبوي. يلا نوجه لهم أكبر تحية ونقول لهم كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. تفضلي استلمي جائزتك. يلا نتعرف عليك، شو اسمك يا حلوة؟ إلاف. كل عام وأنت بخير يا إلاف. وأنت بخير. شلون كانت المسابقة؟ حلوة. صعبة؟ لا. تعبتي؟ شوي شوي. زين شنو بتسوين بكرة؟ أروح على المحلات. شنو بتسوين في المحلات؟ ألعب. تلعبين؟ زين استأنستي في الألعاب اللي هني؟ إيه. يلا زين، حق كل الأطفال اللي حد الحين قاعدين في بيوتهم شو تقولين لهم؟ كل عام كل عام وأنتم بخير. تعالوا عندنا. تعالوا عندنا. يلا تفضلي استلمي جائزتك. ألف مبروك. شو اسمك؟ نسان. كل عام وأنتم بخير. ألعب وليد. شلون كانت اللعبة؟ لعبة فورتنايت. فورتنايت؟ اللعبة كانت فورتنايت؟ نعم. يلا تفضل استلم جائزتك. يلا روح ناخذ هدية. نتعرف على آخر متسابقة عندنا، شو اسمك؟ سمير. كل عام وانت بخير يا سمير. وانت بخير. خبرنا شلون كانت اللعبة؟ حلوة. صعبة؟ مو كتير. انزين خبرنا شنو بتسوي في العيد؟ شو سويت؟ خبرنا عن أجواء العيد في الدوحة بشكل عام. حلوة وزحمة شوية. زحمة شوية. رحت صليت بالمسجد. تقبل الله. إنزين شنو ناوي تسوي؟ شنو خططك في العيد؟ نروح نلعب. تروح تلعب؟ يلا إن شاء الله تلعب بعد بجائزتك. ألف ألف مبروك. تفضل. أما الحين حبايبنا الأطفال بنشوف معاكم هذه العيدية في هذا التقرير، وبن بعدها نرجع لكم. ابقوا معنا. بالخوف والرمانة يا العيدو يا العيدو عيدي عيدي علينا
وسعيدي عيدي علينا طارتش وسعيدي يا العيدو يا العيدو يا العيدو يا شيخة البنات يا غريسة وانت يا شيخة البس الريشة يا شيخة البنات يا غريسة غير السعادة ورجعنا لكم من جديد عشان نبدأ أولى آخر مسابقاتنا لهذا اليوم. مثل ما عودناكم كل مرة ننقل الكرات، ولكن هالمرة بأي شكل ننقل الكرات من جهة للجهة الأخرى. هذه المسابقة بننقل الكرات عبر الأنابيب. بيكون عندي 3 متسابقين حق كل فريق، كل فريق بيكون أولاد وفريق بنات مثل ما احنا معودينكم. لازم واحد فيهم يحط الكور في الأنبوب، واثنين منهم ينقلون الكور في الأنابيب لين ما توصل الجهة الثانية. يا ترى من بيجمع أكبر عدد من الكرات في هذه المسابقة في أقل وقت بنشوف. ولكن قبل هذا خلونا نختار متسابقينا في هذه المسابقة. أبي 3 أولاد، تفضلوا الأولاد تعالوا. صار عندي الأولاد، تعالوا نطلع على الستيج تفضلي. البنات تعالي. صار عندي بنتين، ابي بعد بنت، ابي بعد بنت، تعالي تعالي. زين يلا نمسك الانابيب، نمسك الانابيب. ايوه في واحد فيكم بيحط الكور في الانبوب. زين زين انت بتحطين الكور اوكي. زين شلون تنقلون الكور؟ شلون؟ ايوه اشرحي لي. ان انا اشيل الكور احطهم مع انبوب بعدين نحطهم في السله. يعني انت شو اسمك انت؟ ساره. ساره لازم تبررين الكور من اللي الانبوب اللي عندك لين الانبوب مال شو اسمك؟ لجين. انزين لجين وساره بتتساعدون عشان تنقلون الكور لين السله الثانيه اوكي؟ عن طريق الانبوب. انزين هي بتفرغ الكور هذا الانبوب مالك وانت بتروحين تحطينهم في السله اوكي؟ فهمنا اللعبه؟ يلا نقرب السلات شوي. فريق الأولاد لحد الحين قاعدين يتناقشون على المهام. إنزين نقرب السلة كذي، نقرب سلتكم بعد. إذن الأولاد من بيحط الكور في الأنبوب؟ في عندنا مشكلة هني. شنو؟ من بيحط الكور في الأنبوب؟ من بأخذ الأنبوب؟ أوكي يلا أنت توقف هني. إنزين شو اسمك؟ أحمد. أحمد أنت توقف هني شوية أحمد. وانت؟ خالد. خالد انزين خالد بتحط الكور في انبوب احمد اوكي؟ انزين يلا ناخذ مكاننا، هو اللي بيحط الكور اوكي يا احمد؟ انزين الفريقين جاهزين؟ فريقين جاهزين؟ فريق الاولاد؟ لحد الحين عندهم مشكلة فريق الاولاد وقادرين يحلونها. نشوف شنو المشكلة؟ شو المشكلة؟ أبولي أبولي أبولي.
ايوه حط كمية كبيرة من الكور هني. اوكي 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 يا خالد ماشي. يلا ماشي. اذا عندنا خالد واحمد جاهزين، وعندنا شو اسمك نتعرف عليك؟ الانصاري. فاهم اللعبة؟ فاهم اللعبة. يلا الفريقين جاهزين، يا ترى من راح يقدر يجمع اكبر عدد من الكرات؟ ولكن قبل هذا خلونا نعد، دام الفريقين جاهزين نعد مع جمهورنا ونقول ثلاثة ونبدأ المسابقة. أيوة سلة البنات، أقدر أقول إنه وصلت كور أكثر. شوف سلة الأولاد، يعني ما في فرق كبير لحد الحين. كل شيء ممكن يتغير، دقيقة أو نقول أقل من دقيقة. الكور اللي تطيح ما رح نحسبها. أسرع أسرع أسرع، الوقت يمر. أيوة من راح يكون قادر إنه ينقل كرات أكثر في السلة؟ سلة من راح تكون فيها كرات أكثر؟ أقدر أقول تكنيك البنات لحد الحين. طبعاً في هذه المسابقة تعتمد على التوازن والتواصل بين أعضاء الفريق. باقي عندنا 10 ثواني، 10 ثواني، ونقول 5 4 3 2 1. خلص الوقت، خلص الوقت. ايش رايكم نجيب السلتين؟ هذه سلة البنات والأولاد، والأولاد هذه سلتهم. ايوه حكمنا في كل مسابقة، ايش رايكم جمهورنا؟ من؟ البنات؟ زين انا اقول الاولاد، ايش رايكم؟ لا البنات، البنات اكثر، ايش رايكم؟ اوكي احنا اكثر. انتوا اكثر؟ زين اقدر اقول بالنظر دون ما نعد ان سلة البنات فيها اكثر، ايش رايكم؟ لا مو معترفين؟ زين ايش رايكم جمهورنا؟ انتوا الحكم، الاولاد ولا البنات؟ وفعلا سلة البنات فيها كور اكثر، نسمع لهم صفقة. يلا نتعرف في البداية على الفريق الفائز في هذه المسابقة، نتعرف عليك، شو اسمك مرة ثانية؟ لجين. لجين، كم عمرك يا لجين؟ 12 سنة. 12 سنة، أي صف رايحة؟ سادس. شلون كان رمضان معك؟ سهل مو صعب. شنو بتسوين في العيد؟ شنو يعني لك العيد؟ اللي فرحة كبيرة كثير. شنو أكثر شيء تحبين تسوينه في العيد؟ بجي هذا المكان. جي هذا المكان، استانستي في المسابقة؟ إيه. يلا إن شاء الله بعد تستانسين بهديتك، تفضلي يا لوجين استلميها. بتعرف عليك مرة ثانية، شو اسمك؟ سارة. سارة كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. من شرالك الملابس الحلوة هذه؟ أمي. وجه لها تحية. كل عام وأنت بخير. كل عام وانت بخير. زين شنو اكثر شيء تحبينه في العيد؟ العيدية ولا الملابس الجديدة؟ شنو؟ العيدية. العيدية شنو بتسوين فيها؟ بروح اشتري فيها العب الي ولا اخويا الصغير. يلا ان شاء الله تستانسين بجائزتك، الف الف مبروك. نتعرف على اخر متسابقة معانا، شو اسمك؟ مريم. مريم كل عام وانت بخير يا مريم. وانت بخير. خبريني يا مريم، شنو اكثر شيء مريم تحبه في العيد؟ اني اساعد الفقراء. تساعدين الفقراء، زين خبرينا شلون؟ ان اشتري ملابس واعطيها للفقراء. ما شاء الله عليك، جزاك الله الف خير، وان شاء الله دائما في ميزان حسناتك واستمري على هذا النحو. تفضلي استلمي جائزتك، الف مبروك.
ونتعرف على فريق الأولاد. شو اسمك؟ الأنصاري. الأنصاري، شلون كانت اللعبة؟ أوكي حلوة. صعبة؟ شنو الغلط اللي سويتوه إذا عدتوا اللعبة ما راح تسوونه مرة ثانية؟ ما عطينا كرات كثير. ما حطيت كرات كثير. زين ايش رايك في الوقت؟ كان مساعد ولا لا؟ لا، الوقت كان يصعب اللعبة. كان قليل؟ ايه. يلا تفضل استلم جائزتك، ما حد بيطلع من عندنا خسران. نتعرف عليك احمد. احمد خبرني شلون كانت اللعبة؟ حلوة بس صعبة شوي. شنو بس شنو؟ صعبة شوي. صعبة، شنو الصعوبة اللي واجهتها يا احمد؟ اي توازن. زين حق من حاب توجه تحية؟ حق أهلي وأقاربي. يلا نقول لهم كل عام هم بألف خير. تفضل استلم جائزتك. نتعرف على آخر متسابق. أيوة. شو اسمك؟ خالد. خالد كل عام وأنت بخير. وأنت طيبة. زين شنو أكثر شيء تحب تسويه في العيد؟ صلاة العيد. صلاة العيد وقرآن. زين خدت عيدية. عيدية؟ أيوة. شنو راح تسوي فيها؟ في العيدية احوشها لحد ما اكبر واشتري. لحد ما تكبر؟ راح تنتظر لما تكبر؟ يعني وانا عندي 10 سنين. 10 سنين العمر كله يا رب. تفضل استلم جائزتك، الف مبروك. وبكذي حبايبنا الاطفال للاسف نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. استانسنا معاكم، قضينا ساعه مليئه بالمسابقات وفرحنا بشوفتكم ومشاركتكم معانا. حق كل الاطفال اللي لحد الحين متواجدين في بيوتهم، احنا بانتظاركم في ارض المعارض. كل الشكر حق كل القائمين على هذا البرنامج. هدايانا كانت مقدمه من كيديزون. احنا بانتظاركم دائما وابدا، فعيدنا ما يحلى فيكم الا معاكم. نشوفكم بكره.